ومعنا مشاهدينا الكرام لمزيد من التحليل دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق. أهلا بك معنا دكتور. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك، أهلا بك. ماذا يعني لك بريكس؟ بريكس بدايته 2006. طبعا الكلام ده اتقال قبل كده كتير، والمشاهدين عرفوه، حجم بريكس وانه بيمثل 40% من حجم سكان العالم و40% من الجي دي بي ومن الناتج المحلي. لكن انا خليني اقول شيء مختلف او قراءه مختلفه لبريكس النهارده. بريكس 2006 انشات بالمناسبه اذا الذاكره رجعت بينا لورا، لكن النهارده هذا الاجتماع بينعقد في ظروف غايه في الصعوبه، غايه في الصعوبه ليس فقط على المستوى الدولي لكن على مستوى الأمني والسياسي والاقتصادي. يمكن أزمة أوكرانيا بقى لها فترة والعالم اتعود على معدلات الاستعاضة وتعود على التقشف وتعود على سعر الفايدة وتذبذب سعر الفايدة وسعر الدولار وتذبذب سعر الذهب والمضاربة، اتعود على كل هذه الأشياء. لكن النهاردة في عالم جديد يتشكل مع الحرب في الشرق الأوسط. هتقولي لي ده منطقه صغيره ولا تؤثر في العالم؟ لا، النهارده في مشروع توسع اسرائيل والمشروع التوراتي والنبوءه الاسرائيليه من نيل الفرات وتوسيعها لسوريا ولبنان والاردن والاستحواذ، ودي نقطه مهمه جدا لازم تتقال ولازم شبابنا يعرفوها، الاستحواذ على مصادر النفط في سوريا وعلى الغاز في لبنان، وده هيغير ميزان الطاقه في هذه المنطقة أو قد يغير جزء من ميزان الطاقة في هذه المنطقة اللي روسيا بتعتمد عليه. ولذلك أهمية مشاركة النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة اللي أنا بعتبرها من الأهم، وهذه المشاركة هي أهم مشاركة في القمة، لأن روسيا زي ما احنا شايفين بتحتاج بشكل أكبر لمزيد من العلاقات مع دول الشرق الأوسط. طبعا هي عندها علاقات متميزة مع إيران ومع تركيا، لكن النهاردة تحتاج إلى مصر وتحتاج الى مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحتاج الى تكاتف اكبر نظرا للخناق الشديد اللي ما زالت تمارسه الولايات المتحده والغرب على روسيا. ما المكاسب المصريه المباشره وغير المباشره دكتور؟ مصر الحقيقه علاقتها بروسيا، مش بس علاقتها بروسيا، علاقتها الحقيقه ممتازه وفوق الممتازه بكل دول التجمع، ويمكن بخص بالذكر المملكه العربيه السعوديه، دوله الامارات العربيه المتحده، جنوب افريقيا، البرازيل، طبعا روسيا والصين. وشفنا لقاءات الرئيس المتكرره مع الرئيس بوتين ولقاءاته مع الرئيس الصيني، شراكه استراتيجيه وترفيع كبير للعلاقات المصريه الصينيه والعلاقات المصريه الروسيه. مصر النهارده عندها بلاتفورم، مصر عندها بلاتفورم وعندها بنيه تحتيه جميله جدا وعاليه الدقه والتقنيه، سواء في قناه السويس او في المدن الصناعيه الجديده، محتاجه استثمارات، مدخل لافريقيا، مدخل للدول العربيه، روسيا والصين بما لديها من مخارج اقتصاديه ومقومات قطاعيه في قطاعات المصارف الاقتصاد، هيقدروا انهم يستفيدوا بشكل كبير جدا من حجم الطلب وحجم المنصه المصريه اللي ممكن تكون لدول افريقيا والدول العربيه. وبالتالي غير التعاون التقليدي طبعا اللي موجود مع روسيا في محطه الضبعه والقطاعات التكنولوجيه والنقل ومنطقه قناه السويس وبرضه الصين، لكن النهارده انا بعتقد ان في امل وده طالب بيه بالمناسبه وزير الماليه المصري في الاجتماعات الوزاريه ان يكون في انفتاح اكبر في البوردرز او في الحدود والحواجز الجمركيه ما بين الدول الاعضاء علشان يزيد التبادل التجاري والقضاء على هيمنه الدولار وتوسيع حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء. كلمه مهمه للرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور، عفوا على المقاطعه. نعم، مصر تولي اهميه كبرى لاتخاذ خطوات ملموسه لتحقيق التنميه عبر اليات مبتكره. اذا نعم،